وليعلمه
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشد آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من صدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر
وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة
ما تعبدون
تأويله
ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين فهو جزاؤه
قبل